ده سؤال تاني يا شيخ مصطفى. بس ترسل أسئلة نافعة. إن شاء الله يا شيخ مصطفى، إيه الكتب الفقه والعقيدة اللي طالب العلم يبدأ بيهم؟ كتب الفقه يعني على حسب مستوى الطالب، يعني هو طالب كبير ولا طالب صغير او طالب يريد التوسع، يقرأ في الفقه الميسر او في فقه السنة، كتب سهلة. شكرا.